نقول إننا اتفقنا الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، واتفقنا على يعني المرجعية للأزهر مرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والمسيحيين واليهود الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية وقياداتهم الدينية. النهاردة كانت الجلسة العامة الرابعة، وكان عرض تقارير لكل اجتماعات اللجان في زمانه، في 5 لجان منهم 4 ماسكين المواد الرئيسية أو الأبواب الرئيسية للدستور، وفي اللجنة 5 وهي الخاصة بتلقي الاقتراحات وعمل الحوار المجتمعي مع كل الحركات وكل النقابات وكل الأحزاب وكل المحافظات. النهاردة الحمد لله أنا مبسوط، يعني في إنجاز من اللجان، في الأهم من الإنجاز التوافق حول مواد هامة وأساسية زي المادة الثانية. لو أنا هتكلم على النور ما كانتش خلاف لفظي على قد ما كان البعض بيصر على تفسير المبادئ من وجهة نظره هو، وبيجعل من النهاية في النهاية خالص المادة الثانية دي مادة ديكورية تزيينية فقط. لذلك احنا كنا مصرين ان الازهر هو اللي يتدخل ويقول ايه المبادئ اللي هو بيشرحها او المبادئ اللي بيدرسها لطلبة العلم عنده في المدارس الازهرية او الجامعات الازهرية. اطمأنينا الى انه فعلا هناك نية كاملة عند الجميع للوصول لتوافق كامل، وده اللي حصل. يعني انا ازعم انه ما كانش تصويت بمعنى التصويت بقدر ما هو اجماع على او شبه اجماع، عشان بس ما حدش يقول ده كان في واحد له رأي مخالف على فكرة الابقاء على المادة التانية للدستور على ما هي عليه. بالقطع النصوص التي تخرج من اللجان هي اقتراحات بمشروعات لنصوص ستدخل الى لجنة الصياغة واحنا فيها، ثم تخرج للجمعية للتصويت عليها. لكن بيبقى واضح ان كل التيارات موجودة في اللجان، مثلا لجنة زي لجنة مقاومات بنتابعها، تقريبا كل الناس حضر اللجنة، ان كل الناس مهتمة بالموضوع، فبيبقى معروف الاتجاه العام ايه، من يقبل ايه ومن لا يقبل ايه. فالتصويت هيبقى في الجمعية، يعني له علاقة ما بالتم في اللجنة.